بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده معانا فيديو جديد. الفيديو هيتكلم النهارده ازاي نقفل نقفل البلطو الجوخ اللي احنا قصيناه امبارح. الفيديو ده هيعرفكم حاجات كتير وطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه بنعملها اللي احنا بنجيب الصدر دلوقتي، وهو دلوقتي مفروض القصه بتاع البرنسس، بس بنعمل منها الجيبه اللي هي بتبقى داخليه، بيبقى عليها غطا من بره كده. اول حاجه بنعملها دلوقتي هنوريها لكم، وبنخيطها من جهة واحدة كده، وبعدين بنبدأ احنا جبنا قماشة واحدة اهو، العرض بتاع القماشة ده 20 سنتي، وطولها شوية عرضها 20، في طول مثلا 40، وخيطناها من جنب واحد. وبعد كده بنفتحها كده اهو، ونعمل فردة كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. ده هيبقى الغطا بتاعنا. بنقيس الطول بتاع الجيب بتاعنا قد مثلا يطلع 14. بنعمل الغطا بتاع الجيب بتاعنا ده برضو بيبقى 14، او لو هو مثلا الفتحة بتاع الجيب 14، احنا بنعمل الغطا 14 وحتة، يعني 14 و3 ملي، 14 ونص مثلا كده، بنزود شوية عن 14، عشان اما احنا نيجي نعمل الفرد بتاع الجيب وبنيجي نقفله وبنيجي نقلبه بيبقى مثلا بيوسع معانا شوية. ده الحمد لله الغطا بتاعنا اهو. الغطا اللي احنا هنعمله دلوقتي ده بيبقى على الوش، يعني ما بيبقاش مغطي الجيب، لا ده بيبقى على الجيب من بره، هتشوفه دلوقتي. احنا عملناه وقلبناه، متنسوش اللي احنا جينا حطينا القماش عرض 20 سنتي في طول 40، في العلامة اللي احنا علمناها نعلمها واحنا قبل ما نركب الجيب، عشان نعرف الجيب ده على اليمين وعلى الشمال بعد 6 سنتي اللي احنا قسناهم، وخيطناها من جهة واحدة، وبنرجع نخيط ده من الجهة التانية مع القماشة بتاع الجيب. ده حطيناه اهو مع القماشة بتاع الجيب اهي، هبقى اعمل لكم فيديو ليها ازاي نعمل الجيب ده، عشان كده احنا بنعمله بسرعة ممكن ما تفهموش قوي. نثبتها كده اهو، والغطا بتاعنا ده بيبقى 13 سنتي مثلا. ونثبته من فوق كده، عامل ازاي؟ وبنقفل الجيب بتاعنا بقى. زي ما انتوا شايفين كده الغطا بتاعنا من فوق اهو،
كده بنعمل قصة البرنسس عادي. بعد ما خلصنا الجيب بنقفل بقى كده اهو. اهم حاجة ما نبدلش قصة البرنسس، بتاع الصدر تبقى مع بتاع الصدر وبتاع الظهر تبقى مع بتاع الظهر، عشان لو اتلخبطوا مع بعض تبقى مشكلة كبيرة. ودي برضو بيطلع منها ال2 سم اللي من تحت في الديل. اللي احنا بنيجي نعمل القصة بتاع البرنسس اللي بنعملها في الفساتين السواريه، ويطلع فيها 1 سم من تحت اهو، بيطلع هنا وبيطلع هنا. ادام فيها قصة برنسس لازم نطلع فيها 2 سم من تحت. لو بندوس على الشمع من بره كده عرض الدواسة عشان يبقى الشكل برضو بلطو، يعني ما نقفلهاش ونسيبها زي بتاع الفساتين الصغيرة كده. لأ، هي خياطة بنعملها، بندوس على من بره عرض الدواسة. الحمد لله 2 سم اللي احنا قصيناهم دول. ده كده بنعمل القص اللي هي بتاع الصدر اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي الحتة اللي بتتقلب بتاع اللي دي، واللي هي كده تعمل فيها الزرار والعراوي. البلط والحاجات دي بتبقى صعبة شوية في الشغل، بس هي دي الحاجة اللي يعني ايه اللي بيعملها بيبقى خلاص يتقال عليه مهندس يعني. كده الحتة اللي في الظهر ده هيركب في الزرار بقى زي ما انت شايفين كده اهو. ممكن
ممكن نركب فيها توكة من اللي بتاع الحزام دي، توسع وتضيق، وممكن نركب فيها الزرار عادي. شوف احنا نبدأ منين. القصة اللي هي بتاع الصدر بتاع اللي احنا بنبدأ من نص ال8 سنتر، احنا خدناه بعرض في العرض ده، وبعد كده بننزل لتحت على بالطول، والتانية اختها الجنب التاني يعني. بنعمل فرده كده عشان نجي نقلبها، نعرف نقلبها. دي بتاع الكم اهي، احنا قلنا بيبقى عرضها 10 سنتي اجزاء الحزام عادي، وبعد كده بتتقفل زي ما انتوا شايفين كده اهو. زي الحزام بالظبط، بيتعمل ويتقلب عليهم. بندوس على من بره اهو، عرض الدواسة برضو عشان يبقى كله سيستم واحد. من الشجرة من النص كده الركب زي ما انت عارفين. Thank you.
انت انا وانت من قدام تنة صغيرة كده ونقفل اهو. ودي لو اي حته طلعت زياده من الكم واحنا بنقفله بنقصها عادي. بنقيس بعد 10 سنت كده اهي ونروح جايبين اللي احنا جبناه اهو. بنقفل عادي خالص وبناخد الزيادات بتاعتنا وكل حاجة ولا كنا في حاجة. كل حاجة سهلة وبسيطة قدامكم اهي. بنقيس برضه 10 سنت بتوعنا وندخلها تبقى من جوه، تبقى هي اكنها متخيطة في الجنب كده. عاوزين تثبتها قبل ما تخيطوا الكمام ماشي. بعد 10 سنت تروح مثبتها تيجي تقفل تقفل عادي. دي بكرة العنكبوت زي ما انت عارفينها. البكرة العنكبوت دي بتركب في الحتة بتاع اللي هي بتبقى من على الصدر من قدام، دي اللي هي بتبقى 20 سنت اللي احنا مقصينها وخيطناها دي، بتركب من قدام عشان ما ينفعش تتخيط هتبقى خياطة باينة من برا. بنركبها من قدام وبعدين نبقى نلزقها واحنا بنكوي. العنكبوت دي بيلزق وش وظهر، بيتباع عند اي حد بتاع خردوات بتاع الخيط والزراير والحاجات دي. العنكبوت ده بيلزق في الصدر بس، انها المنطقة بتاع الصدر اللي هو حتة البطانة اللي احنا دخلناها جوه العنكبوت بيلزق عليها بس، مفيش اي حاجة تانية بتتلزق.
ممكن التانية تاني نغيرها على من تحت، يبقى التانية بتاعت البلطو ده بيبقى تانية قد اللي هي بتاعت التيشيرت مثلا، تبقى 2 سم ونص كده، 2 سم عادي مش فارقة، أهم حاجة تكون حاجة مظبوطة وخلاص. وبعدين دي في الديل من تحت، في ناس بتحب تسفها طول، وفي ناس بتحب تسفها ما تسيبش فيها طول قصدي، وكده يعني. كده يبقى خلصناه، فاضل اللياقة بتاعتنا هنقيسها بقى، بتبقى مثلا العرض بتاع اللياقة مجوز بتبقى 20 سم، وبنقيس من عند 8 سم من هنا لحد 8 سم التانيين وبيركب. وده بعد ما ركبنا اللياقة بتاعتنا، ها ده البطن البلطو بتاعنا الجميل اهو قدامكم زي ما انتوا شايفينه دلوقتي. ده كده الدبوس ده هيبقى مكانه زرار هنا، وبعديها مثلا ب10 سم كمان زرار او 15 سم، ونفضل نديله زرار كده كله زي ما انتوا شايفين كده اهو. بتبقى العلامة دي مكان العرب، وبنسيب مثلا 10 سم بتاع 20 سم تحت عشان يبقى فتحة كده من تحت. ودي اللي هي بتاعتنا اهي، حاجة شيكة خالص. ده هنوريكم برضو القصة بتاعتنا اللي جوه اللي انا كنت قلت لكم عليها، بس دي بعد ما الكوت لزقت هفكها واوريها لكم دلوقتي. فكتها اهي، يا رب تكون شايفينها وفاهميني بس انا قصدي ايه. اهي فيها العنكبوت اللي هو بيلزق اهو، اهي ده العنكبوت اللي احنا خيطناه، نيجي نكو على نمشي على المكوة بيلزق بايه، ما بيفكش تاني. ودي الجيوب بتاعتنا اهي زي ما انا وريتها لكم واحنا بنعملها، ده بيبقى ثابت من بره وبيبقى من وراها كده بيتحط الايد كده اهو اهو. وده الغطا بتاعنا بيبقى خارجي ثابت، دي حتة مفروض 10 سم وبنقلبها تاني. وده الحزام بتاع الكم اهو، بنقلبه بلمة الظهر كده، بتحط له زرار في الحتة دي كده، زرار ماسك ممكن نعمل له عروة ممكن ندبسه فيها عادي. وده القصة بتاع البرنس ده اهي زي ما انتوا شايفين بتجي بالطول، ودي اللي هي بتاعتنا وبتجي الجنب التاني برضو. وده البلطو بتاعنا اهو، دجوخ ومشطة تقيلة جدا وحلوة كويسة. هنوريكم الظهر دلوقتي، هذا الظهر بتاعنا اهو، ده الحتتين اللي احنا قلنا عليهم هنبقى بيركب فيها توكة أو ممكن زرار، بس احنا بنفضل التوكة تبقى أحسن عشان يبقى معانا نوسع ونضيق براحتنا. وزي ما انتوا شايفين كده اهو، الضيق ده كده يبقى فيها كسرتين كده، حاجة ظريفة كده وشيكة. الظهر بتاعنا جميل خالص، رجع تاني للصدر بتاعنا كده اهو. دي كده البلطو بتاعنا الجميل. وبكده انهينا الفيديو بتاعنا، ويا رب يكون استفدتم. بس قبل ما نقفل الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله، وما تنسوش تفعيل زر الجرس وتصبحوا على خير.